يا نهار اسود ساحل ساحل بقى قومش فتحي يا ورده قفلي يا ورده. بقولك ايه يا ادم؟ بقولك ايه فرح تاني؟ نقول لماما ان احنا زهقانين عايزين نخرج. مامي خير؟ ممكن اقولك طلب؟ نعم. احنا عايزين نخرج. لا انا مش قادر. لا عليك ليه يا ماما؟ لا انا مش قادره. انت قلتي لي لما خلص امتحان هتخرجين احنا الثلاثه. خلاص عندكم محمد جه خليها تشوف تطلعكم. يا ماما بالله عليكي يا ماما استاذنوها شوفوها هتطلعكم ولا لا. يلا روح. طب ماشي. ده ايه يا حبيبتي؟ ماما بتقول لك خرجينا. خرجكم فين يا بنتي؟ انا تعبانه من شغل البيت. لا يا دادا ماليش دعوه يا دادا. معلش يا حبيبتي تعبانه والله. يا دادا انت وعدتيني انت وماما لما خلص امتحانات هتخرجينا. حاضر هنقوم نسالها كده. تعالي. اه عشان احنا زهقانين. دادا احنا عايزين نروح الملاهي. حاضر يا بنتي هنسال ماما ونشوف بس هتقول. بس الملاهي اهم حاجه. حاضر يا حبيبتي. ست هاني وست هاني. نعم يا ماما. عايزين يطلعوا يتمشوا يروحوا الملاهي. ما انا اللي قايله لهم يا ام محمد. ماشي بس يا ريت ما تتاخروش بس. حاضر ماشي. يلا يا ولي. الله روح الملاهي. انا مش عارفه العيال عايزين يطلعوا بره على خيبه ايه. عندهم كل حاجه جوه البيت. ام محمد ام محمد راحت فين؟ مش ترد عليا ليه؟ مالها تعمل لي شاي من الصبح؟ هي راحت فين؟ انا مش عارفه راحت فين. انا اعمل انا ولنفسي وخلاص. سابت الدنيا مكركبه ليه كده؟ الله الجو جميل والقعده جميله قوي. يا الله شوف محمد راح فين. يا نهار اسود يا دي النيله السوداء. ايه اللي انت عملتيه ده؟ ايه اللي انت عملتيه ده؟ يا بنتي قوميني. طيب انا غصب عني قوميني الاول. قوميني. اسكتي بقى. يا بنت خدي بايدي. يا بنت قوميني. خدي. اخد ايه؟ امسحي. انا امسح؟ امسحي اللي انت عملتيه ده. خلي ام محمد هي تمسح. ام محمد مش هنا. يا بنتي انت بتعمليني كده ليه يا بنتي؟ انا ام جوزك انا. امسحي بقى وخلصينا. انا مش عارفه ايه القرف ده. قوميني. طيب انا مش قادره اقوم. حرام عليكي يا شيخه. حرام عليكي. ايه الازاز هيجرح العيال؟ حرام عليكي. لمين بقى يا بنتي؟ قوميني. طب الاول اقولك ايه؟ بس خلصي اللي في الارض ده. الازاز هيجي العيال هنا يجرحوهم. عيالي هيتعبوا من الحاجات دي هيتعوروا. لمي بقى لما تيجي تشيليها القرف. الله يا رب. مش قادره اقوم. حرام عليكي يا شيخ. مش عارفه تعملي معايا ليه كده والله. مش قادره والله. مش قادره اقوم حتى لوحدي. يا رب. يا نهار اسود. ايه ده؟ لا يا سمول ما تفهمنيش غلط. استنى. تعمل ايه يا حاج؟ بمسح الارض. تمسح ايه يا حاج؟ قومي. ما فضلتش تقومي. قومي. تعالي تعالي. خليك زي ما انت زي ما انت يا حاج. اقعد. تعالي تعالي اقعد. اقعد اقعد يا حاج. ايه ده يا حاج؟ وقعت وانا جايبه الشاي وما رضيتش تقومي. جايبه الشاي لمين؟ قالت لي ليا. ليك انت؟ وجايه امسح الارض.
قالت لي مسح الارض انت. وانت ايه اللي خلاك توطي وتمسح الارض يا حاج؟ هي ما رضتش تقومني. هي اللي ما رضتش؟ افتحي. مش فاتحه يا سنبل بقى. افتحي بقولك. لا يا سنبل انا عارفه انت هتضربني. افتحي بقولك. لا يا سنبل مش فاتحه. افتحي. بس بقى يا سنبل. افتحي الباب. اعمل فيك ايه؟ امي انا تعملي فيها كده؟ قال ايه وجايب لك واحده تساعدك في البيت؟ اعمل فيك ايه؟ رد عليا يا سمر. خلاص يا سمر بقى حقك عليا. هو انت وانا بقول لك قومي حضري لي الغدا. سمر ايه وزفت ايه؟ قومي. انت اللي زيك ما يقعدش هنا يا سمر. خلاص لا 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 عليك. اللي زيك يترمي في الشارع. قومي يا سمر. يا سمر مش عارف. قومي خلاص يا سمر. مش عايز كلام كتير. يلا اطلع بره. يلا. حول الله يا رب. يا ابني مش قادر اقوم لك. راحة فين يا حاجة؟ بتعمل ايه يا سمر؟ بعد اذنك يا حاجة بعد اذنك سيبيني بقى، ده قرار بتاعنا. يلا يا سمر. حرام عليك. تبص ايه؟ خلاص يا سمر هبص على ايديها. يا سمر بص على ايديها. بص رجليها كمان. لما حسيت نفسك ان انت في الشقة يا حاجة بعد اذنك. يا سمر يلا. يا سمر حرام عليك يا سمر. اسكتوا النبي يا حاجة. انت كفاية الهنا اللي انت فيها دي. لا يا رب الدنيا مليانة يا ابني. بس حاجة بعد اذنك يا حاجة بالله عليك. مش للدرجة. انا ما ينفعش اشوفك كده. اما معلش يا ابني عليك كده. ده انا جايب لها واحده تخدمها في البيت. حول الله يا رب. يعني جايب حد يساعدها في حاجه البيت تقول لي انا تعبانه ولا هي حاطه رجلها على رجل وقاعده في الجنينه ليه يعني؟ بكره تعال روح هاتها. بس حاجه والنبي الموضوع ده اتقفل بالنسبه لي. ياما الموضوع ده اتقفل بالنسبه لي. ما تكلميش كتير بالله عليك ياما. يلا قوم يا حاج تعال. انا اللي عملت فيك كده. قوم. حول الله يا رب.